استثمرت وزارة الداخلية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، ابتداء من دخول منافذ المملكة الدولية عبر الأجهزة اللوحية الكاونتر المتنقل لتسريع عملية إنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، حتى المشاعر المقدسة والتأكد من سلامة المنشآت وعدم وجود مخالفات تؤثر في السلامة العامة. وظفت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء الخوارزميات بأيدي سعودية مؤهلة لإدارة الحشود وتفويج الحجاج وتحليل البيانات المتقدمة بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا من خلال منصتي بصير وسواهر ومنصة الأمن العام للتحليلات المتقدمة. تقنيات متقدمة لحج ذكي لتقديم خدمات ذات جودة عالية لراحة ضيوف الرحمن، تعزز من أمنهم وسلامتهم.